وخويا ما تقلتش فرحت وحتى قلت صافي غادي نستافد من واحد الحاجه، يعني كما كنقولوا جات نوبتنا في الاستفاده. لقيت مقصي مره اخرى كواحد من ذوي الاحتياجات الخاصه، يعني غنهضر كواحد من ذوي الاحتياجات الخاصه، كمواطن من ذوي الاحتياجات الخاصه اللي كيف ما كنقولوا كتكون الحاله الخاصه والحاجه القصوى، يعني خاصني نكون بالدرجه الاولى بحالي بحال جميع الناس من ذوي الاحتياجات الخاصه. قصد الدولة تاخذنا بعين الاعتبار. لقينا نفس السيناريو مع تعاقب الحكومات، نفس المبدأ، نفس التهميش، نفس عدم المبالاة بهذه الفئة. يعني علاش ما تكونش بوابة خاصة بينا وواحد الحاجة اللي خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة اللي تخول لهم انهم يستافدوا من واحد الدعم بمختلف الفئات ديالهم وبمختلف كيف ما كنقول وضعيتهم الاجتماعية كمتزوجين او عزاب، يعني ياخذوا بعين الاعتبار المعايير اللي تخدات في الدعم اللي تخدا بصفة عامة يتخادوا به ذوي الاحتياجات الخاصة ولكن ليهم بوحدهم بوابة لذوي الاحتياجات الخاصة. لان هذا الشيء راه العادي، ماشي شي حاجه غنخترعوها ولا معجزه، هذا راه العادي هو اللي خاصو يكون. راه بغينا نفهموا علاش حنا كنتقصاو من جميع الامور اللي كتكون فيها فائده، من جميع انواع الدعم. ملي كتشوف دعم الفنانين ودعم المطربين وما كتلقاش دعم ذوي الاحتياجات الخاصه، هادشي كيحز في النفس، لان هادشي اللي خلاني نخرج هاد الخرجه الاعلاميه وخلاني كما كنقولوا ندير هاد الصرخه، لان صرخه بحالي بحال جميع ذوي الاحتياجات الخاصه. علاش حنا ما كنتخادوش بعين الاعتبار؟ وعلاش كتشكاو ملي كتلقاو ذوي الاحتياجات الخاصه في الفيروجات وحدا الجوامع ومعمرين الشانطيات كيتسولوا؟ علاش كتلقاوهم هما اكثر ناس في ظاهره التسول؟ عارف واش عندي شي املاك وانا ما في خباريش؟ ما عرفتش واش عندي شي ملك وانا ما في خباريش؟ واش وارث وانا ما في خباريش؟ انا بحالي بحال جميع ذوي الاحتياجات الخاصه. الا كانوا كيهضروا على هذا السكوتر هذا راه هو رجلي بحالو بحال الكروسه، لان ما واخدش انا سكوتر كيف ما كنقولوا نتباهى به ولا ندور به ولا، انا راه من ذوي الاحتياجات الخاصه. الناس اللي عطفوا عليا وخذوه ليا، لان ناس مواطنين بحالي بحالهم، ماشي جمعيه، ماشي شي حاجه مرتبطه بالدوله، ناس مواطنين بحالي بحالهم عطفوا عليا وحنوا فيا وخذوه ليا. يعني علاش غادي يتخاد حتى هو من الحوايج اللي غادي يمنعوني ناخذ الدعم؟ لانني ما استفدتش عمري كله من الجمعيات ومن الامور اللي كتنادى في قنوات وفي البرامج، هذاك الشيء كله حبر على ورق، ما شفنا منه والو كذوي الاحتياجات الخاصه، حتى مجانيه الولوج كيف ما كنقولوا وسائل النقل ما شفناهاش. يعني امور اللي باقي ما التفتوش لينا. علاش ما تكونش واحد الشهريه، واحد المنحه، واحد الحاجه اللي تضمن لنا العيش الكريم؟ لان كاينين ذوي الاحتياجات الخاصه ارباب اسر، ماشي غير ديال راسهم، ارباب اسر عندهم مسؤوليات، يعني كيفاش غادي يوكل هاد ولادو الا ما كانش عنده القدره باش يخدم؟ لان ماشي كلشي تزاد عند من ذوي الاحتياجات الخاصه او لا بفضائيات اعاقه، لان الزمان ما كتعرفش. كاينين الناس كانوا خدامين، كانوا بخير، كانوا بصحتهم، حتى ابتلاهم الله بالاعاقه وما لقاوش كيفاش يخدموا. هذا الشيء اللي كيحز في النفس، لان كتلقى في دول اخرى ذوي الاحتياجات الخاصه بالدرجه الاولى هما اللي كيتسبقوا، هما اللي كتعطاهم الاولويه، هما اللي كتعطاهم الاسبقيه. حنا حتى في الشانطي ما كتعطاكش الاسبقيه، كيفاش غتبغي الحكومه تعطيك الاسبقيه؟ يعني داك الشيء ثقافه، يعني حنا مهمشين كثقافه ماشي غير قرارات، لان مع تعاقب الحكومات كنلقاو نفس المنهج ونفس السياق. ما عمرنا لقينا شي حكومه التفتت لذوي الاحتياجات الخاصه وخداتها من البرنامج الانتخابي ديالها وقالت غادي نحسن الوضعيه ديال ذوي الاحتياجات الخاصه، اولا غادي كيف ما كنقولوا نعطيهم واحد الخارطه اللي تخلي لهم العيش الكريم. ما شفناهاش. راه مواجهه ولكن حنا كنحسوا بالتهميش. الحقره راك تواجهتي، شفتي واحد حقرك، حنا لا تهميش، ما كاينش ابواب مغلقه في وجهك. لانك كتبغي تنادي بكيوسك او برخصه ديال غارديان او اي حاجه اللي تخليك انت تعتمد على راسك وتتكون راسك وتحس بوجودك في الحياه، ما كايناش. سير واجي، سير واجي، دفع دفع، في الاخر حتى كتمل. سياسة الملل، كيدخلوا لك الملل، سير من هنا 15 يوم، سير من هنا 15، حتى ولات عندي 37 عام، يعني ملي عقلت على راسي
وانا كان في هذا السيناريو، والجمعيات مجرد اشاعه باش نكونوا متفقين. الناس اللي غادي تهضر على الجمعيات، لان بزاف غادي يدخلوا واقيلا الفيديو غادي يقول لك الجمعيات فين هما الجمعيات، راه فين هما الجمعيات من اللي كنا صغار ماشي حتى لدابا. راه الجمعيات نفس السياق ديالهم كيقتاتوا على المعاناه ديالك على حساب الكارثه اللي عايش فيها انت، على حساب المعاناه اللي عايش فيها انت ووضعيتك. حيت ما كاينش المراقبه والمحاسبه. اكيد، لانهم كتلقاهم فين؟ كتلقاهم شنو اللي نماو؟ نماو الارصده ديالهم، وكتلقى عنده طوموبيل ما كانش عنده حتى بيكالا، ولا عنده طوموبيل، ولا عنده الكونجي كيمشي يدوزو في بلايص اللي مرفهين. وانت كيقول لك لا راه ما كاين والو، فين هي هذه الميزانيه اللي وهذا التليطون اللي كيدار، وهاد الهبات اللي كتعطاو من المحسنين؟ هاد الجمعيات بسببهم ما بقاوش شي نوعيه من المحسنين، ما بقاوش كيتيقوا، ما بقاوش باغيين يتعاملوا، لانهم داك الشيء ديالهم ما كيوصلش الناس المعنيين بالامر. من بعد صاحب الجلاله رئيس الحكومه، لان رئيس الحكومه هو المعني بالامر من بعد صاحب الجلاله، يعني هو اللي متقلد امور البلاد من بعد صاحب الجلاله، وهو اللي كيسير. اخنوش بغينا التفاته لهذه الفئه، لان ماشي من الصعب انكم تلتفتوا، وماشي من الصعب ان ديروا اجتماع وتحط في واحد خريطه عمل ويتحط هذا المشروع في حيز الوجود ويطبق، وهذه الفئه تتهنى من المعاناه، لان كاينه فئه اللي ارباب اسر وكيحتاجوا ادويه الامراض المزمنه بالاضافه للاعاقه، لان كاينين حالات اعاقه ومعهم امراض مزمنه. يعني كيفاش هذا الشخص اللي ما كيقدرش يخدم وما عندوش مدخول كيفاش غيساير هذه الامور؟ هذا الشيء اللي بغينا بوابه خاصه بذوي الاحتياجات الخاصه باش يمشيوا لها هما ويستافدوا من دعم ليهم، ما يكونش دعم عشوائي بحال اللي شفنا دابا ملي كتمشي كيقول لك انت ما تقدرش تستافد. هذا الشيء اللي كيحز في النفس، بغينا يتعالج، وبغينا بوابه خاصه بينا ودعم لذوي الاحتياجات الخاصه بلا معاناه، تكون فيه المعلومات، تكون فيه الامور بالمصداقيه، ويكون فيه تحري، وكل فئه على حسب الوضعيه الاجتماعيه ديالها تخصص لها واحد المنحه اللي يضمن لها العيش الكريم. هذه هي المنادات ديالنا، ما كنطلبوش بشي حاجه ماشي من حقنا، وما كنطلبوش بشي حاجه تعجيزيه للحكومه. هذا الشيء راه ساهل ويقدر يتطبق في 24 ساعه. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في، وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزياره موقعنا www.masinktv.ma.